السلام عليكم خوتي المغاربه، كنتمنى من الله كلشي يكون بخير وعلى خير وفي صحه جيده. كانت واجدوا بالجنبات ديال ساحه مولاي رشيد، شارع مولاي رشيد اللي كيدينا السونتر ديال الصخيرات، فكلشي كيعرف هذا النخل هذا. اليوم تعذر عليا انني نبدا الانطلاقه، لكن الحمد لله دائما الامور كتبقى عندنا حصريه. وكنشكر الاصدقاء اللي كيتواصلوا معنا كيقربونا من بعض الامور في بعض الاحيان، فكنشوفوا الاشغال انطلقات في مركز المدينه ديال تماره كما كتشوفوا معنا كبدايه الاشغال، بدايه العمليه ديال ازاله الاشجار هنا والنخل. فان شاء الله الطريق هذه غادي تشملها العمليه ديال التوسعه ان شاء الله، وكما كتشوفوا الاشغال راه بدات. غادي نشوفوا مجموعه من التغييرات، غادي نشوفوا امور اللي هي مهمه في المركز ديال مدينه تماره. فكما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، هادشي كله غادي يتبدل ان شاء الله، امور مهمه غادي نشوفوها ان شاء الله. انتم كتشوفوا معنا العمليه ديال ازاله الاشجار، نخلي كان هنا في الجنبات، يعني كلشي غيتحيد. العمليه بدات من النقطه ديال التقاطع ديال شارع مولاي رشيد مع شارع محمد الخامس، والعمليه غادي تبقى هابطه حتى السونتر ديال تماره، يعني غادي تهبط حتى للرون بوان التحتانيه، التقاطع مع شارع الحسن الثاني. يعني كنشوف امور اللي هي غايه في الاهميه، اشغال مهمه. اكيد غادي نشوفوا عمليه الحفر قريبا، غنشوفوا عمليه الاسفلت، غنشوفوا اعمده كهربائيه بجوده عاليه. هنا كتشوفوا معنا عندنا الجليج هذا اللي مدير هنا، وفي هذا الجزء هذا عندنا البافي، كنتمنوا من الله ان هذا البافي ما يضيعش، يتم الاستغلال ديالو، يتم الاستغلال ديالو في اماكن اخرى. كما كتشوفوا هنايا البافي، انتوما هذا البافي، هنا عندنا البافي، وهنا كذلك عندنا البافي كما كتشوفوا. يعني العمليه ديال ازاله الاشجار عندنا وحده بدات هنا، جوج هنا، ثلاثه هنا، اربعه خمسه، يعني بدينا دخلنا في العشرات ديال النخل اللي تحيدها. الطريق غتشمل التوسيع وعمليه الاسفلت ان شاء الله، فنتمنوا من الله الخير والتيسير. في انتظار نشوفوا تغييرات كبيره في مدينه تماره، فاكيد الخير جاي للقدام، ونهار من بعد نهار الحمد لله. بالقدوم ديال السيد الوالي ولينا كنشوفوا امور مهمه، ووعود اللي ولينا كنشوفوها تطبق في وقت قياسي، في وقت وجيز، فهذا كيبشر بالخير، كيبعث الاطمئنان في النفوس الساكنه وزوار المدينه. على امل ان شاء الله لما لا نشوفوا القصبه التماريه كتفتح الباب ديالها امام الساكنه ديال تماره وزوار وعشاق تاريخ. يعني كاين ما يدار، كاين ما يتقال، نتمنوا من الله الخير والتيسير. هذه هي الانطلاقه ديال الاشغال في الساحه في شارع مولاي رشيد. كما كتشوفوا معنا اكيد تغييرات كبيره غادي تكون ان شاء الله هنايا في الايام القليله القادمه. دائما مع اخوكم ايوب الحصري حاضر. ما تنساوش الاشتراك في القناه والبارطاج باش دائما يوصلكم الجديد. لنا عوده بنهار ان شاء الله باش نشوفوا العمليه فين وصلت. عقلوا معايا فالنقطه اللي وصلنا لها دابا حاليا قدام هاد الجريده هنايا بالضبط حدا هاد العمود اللي عاطي الاناره بيضاء هنا، وقبل ما نوصلوا للحمام حدا الكراجة الخضرين باقي النخل قدامنا هنايا. فالعمليه غادي تستمر غدا ان شاء الله، وغادي تزيد لقدام ونواكبوها معكم ان شاء الله. تهلاو ليا في راسكم، نتلاقاو في فيديو جديد دائما مع الجديد ديال مدينه تماره. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.